السلام عليكم الإخوان متتبعي جريدة صوت العدالة. اليوم معنا واحد السيدة من مرات عندها شي مشكل ديال البناء، بغات تبني والمجلس البلدي ما بغاش، مرات ما بغاش يعطيها الرخصة باش تبني وما بغاش يعطيها البلان، وهي غندوزها لكم باش تعاود لكم الأحداث. السلام عليكم، الاسم ديالك شريفة؟ الاسم ديالي عضراوي فاطمة. أنا شريت واحد البقعة من مسعودان بن يوسف اللي كيمتلكو هاد التيتر هذا ديالهم. ها هي شهادة الملكية، شهادة الملكية ديال أصحاب الأرض، يا أصحاب الأرض. ها اللي كتشد من جهة من القنت للمدرسة حتى للعشاب اللي كيدخل للسويقة. ها البلان ديالها في المحافظة. وقيدوا صحاب التيتر، قيدوا حمدون، وقيدوا واحد الكراج ديال دوك ورثة الفاسي، وقيدوا رضوان بدري، وعاودوا هذوك شراو الارض من عند واحد في الورثة من عند محمد، وهما راه حيت بانيين كيستافدوا. انا ما كنستافدش، جالسه البقعه ديالي كيحطوا فيها الناس الرونيات ديالهم والطاكسيات واللي جا كيحس فيها. انا ما عنديش الحق، وعندي الرسم ديال الشراء ديالي. ها هو ودخل في التيتر مع هادوك، هادوك مستافدين، انا ما مستافداش. دابا تنطلب من المسؤولين ولا اللي عنده شي تدخل يشوف لي شي حل لهذا المشكل ديالي، ولا ما كنسال حتى شي حق نمشي نجلس للهض، علما اني مرا مطلقه بجوج دراري، ما كنخدم ما كنردم، كنت ساكنه في دار موالين داري، تبعت في الدار، بقيت دابا في الزنقه تقريبا. واش كطالبي من المجلس البلدي؟ مشيتي عند المجلس البلدي؟ مشيت وتيقول لي تقسيم. انا التقسيم ما يمكنش، مع انا ما دياليش الارض باش نقسمها، وعشرة الناس ما يمكن ليش نجمعهم، وزايدون الواقع كيقول شكل، والوراق تيقولوا شكل. انا يشوفوا لي شي حل حتى انا نستافد، الا جيت نبني عشوائي غتقولوا لي انا غلطه. جي كنطلب القانون ما لقيتش اللي يعطيه ليا، انا جالسه في الزنقه. وكيفاش هاد الناس تبناو؟ لا ما نعرف، ما عرفتش انا شحال من شريت من مول التيتر زعما صافي داكشي اللي كاين هو هذاك، منين جيت اصطدمت بالواقع في شكل. واش كطلبي دابا من المسؤولين؟ تنطلب من المسؤولين يشوفوا لي شي حل. هادشي راه ما غيتقسم، ما غيدارو تاع حيت مبني، ما بقاو غير شي بقعات قلال، ربعات البقعات اللي بقاو في الواقع، وما اللي تبنى راه العرارم ديال الديور، ماشي وحده ماشي جوج ماشي حتى 20 ماشي حتى ما نعرف شحال من دار. دابا انتي ما مستافداش كاع، ما مستافداش. ها البقعه ديالي كيوقفوا فيها الرونيات اللي جا للسوق كيلقى فيني استاسيوني. وها انتم الاخوان، هاد السيده راه عندها قالك الوثائق ديالها ومشات عند المجلس البلدي بمرات باش يعطيها. انا تنقلب مع السلطه تشوف لي شي حل، اللي عنده شي حاجه شي حل يديروه ليا، ولا غنجي ندير بالركب الميكانه ولادي. انتم الاخوان، هاد السيده انا متضرره وعييت كنمشي ونجي. هانتوما الاخوان، هاد السيده نتمناو من المسؤولين ديال المجلس البلدي وعماله اقليم خنيفره باش يشوفوا مع هاد السيده الحل. هانتوما كما كتعرفوا قالك انا ما مستافداش، انا راه كنجلس في الخلا، قالك راه مطلقه وعندي جوج دراري، قالك هادو هي الاوضاع ديالي. الدار ديال اللي كنت ديال الورثه تبعت راه غير مديور فيها خير، خاشيه راسي، ولا ان واحد النهار غيجريو عليا اللي عاقيني.